شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حيث إننا على مشارف العطلة، لذلك سيكون حديثنا في هذا اليوم بإذن الله تعالى حول الاهتمام بالشباب. ونتحدث حول هذا الموضوع في فصلين. الفصل الأول في اهتمام النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بالشباب، في حياة النبي صلى الله عليه وآله نماذج متعددة للاهتمام بالشباب. ونحن إذا أردنا أن نعرف قيمة هذه النماذج، يجب أن نلاحظ عنصرين. العنصر الأول التاريخ، والعنصر الثاني الأجواء. الآن في هذا العهد ربما يكون الاهتمام بالشباب أمرا متعارفا ومتداولا. الآن في بعض الدول توجد هنالك وزارة تسمى بوزارة الشباب، يوجد هنالك اهتمام عالمي متنامي بقضية الشباب، ولكن هذه النماذج التي يعرضها التاريخ لم تقع في هذا اليوم، وإنما وقعت قبل 1400 عام تقريبا. في ذلك الوقت وبالذات في الجزيرة العربية، القيم اللي كان يقيم بها الأفراد ما كانت قيما حقيقية،
المقاييس اللي كان السائدة في ذلك الوقت. كيف يقيم إنسان؟ يقيم من خلال ثروته، يقيم من خلال عائلته، يقيم من خلال عمره، يقيم من خلال وجاهته الاجتماعية. هذا الوضع اللي كان موجود في الجزيرة العربية وفي كل العالم، ولكن النبي صلى الله عليه وآله جاء بمقاييس جديدة. نذكر ثلاثة من النماذج. النموذج الأول من مكة. النبي صلى الله عليه وآله كان يعيش في مكة مرحلة حصار. في هذه المرحلة الخانقة جاء هنالك رجلان من أشراف المدينة، رجلان أحدهما أسعد ابن زرارة والثاني ذكوان ابن عبد قيس، رجلان من أشراف المدينة. استمعا إلى كلام النبي صلى الله عليه وآله. كلام النبي صلى الله عليه وآله واي في جاذبية. القرآن الكريم في جاذبية عجيبة، يعني حقيقة إذا واحد يستمع إلى القرآن الكريم بتفهم، بقلب واعي، بأذن واعي، القرآن له فد وقع عجيب في القلوب، يعني يصنع عاصفة من التأثير في قلب الإنسان. إذا تحبون تعرفون تأثير القرآن راجعوا كتاب الظاهرة القرآنية، مثلا سورة يوسف. حقيقة واحد عندما يستمع إلى سورة يوسف من القرآن فتشكل يأثر في القلب. عود لاحظوا في كتاب الظاهرة القرآنية مسوي مقارنة بين القصة القرآنية، العرض القرآني لسورة يوسف، والعرض الإنجيلي لسورة يوسف، واحد أمام الثاني. الإنجيل المحرف، واحد يشوف الفرق الهائل حقيقة في التأثير في المعاني. على كل حال هذا بحث طويل. سمع كلام النبي صلى الله عليه وآله، شافوا كلام صحيح، فآمن على يدي النبي صلى الله عليه وآله. قال للنبي ابعث لنا ممثلا لك يدعو إلى دينك ويتلو علينا القرآن. بعض المؤرخين ما أدري قد هذا الكلام دقيق أو مو دقيق، هالشكل كاتبين أنه هذا أول ممثل رسمي يبعثه النبي صلى الله عليه وآله خارج مكة، أول واحد. بس أول كان أو من الأوائل؟ هذه قضية، يريد أن يذهب إلى المدينة. المدينة مدينة مهمة كانت في الجزيرة العربية، المدينة مركز مهم كانت، وكان فيها خصام، يعني مو منطقة هادئة، لا، منطقة مضطربة. الأوس والخزرج قبيلتان بينهما تاريخ دموي طويل. من الذي اختاره النبي صلى الله عليه وآله لهذه المهمة؟
راجعوا بحار الأنوار، هذه عبارة البحار في الرواية أو في التاريخ، يقول اختار النبي فتى حدثا، شاب فتى حدثا. من هو هذا الشاب؟ مصعب ابن عمير رحمة الله عليه، هذا من الصحابة الأوفياء للنبي صلى الله عليه وآله المجاهدين. شاب اجى إلى المدينة بعقله بحكمته بمنطقه بحرارته، وإذا به يكسب المدينة، يكسب الأوس ويكسب الخزرج، يكسب الشيوخ، يكسب الشباب، وهو الذي مهد الأرضية لمجيء النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة. النبي إذا كان يبقى في مكة صلى الله عليه وآله ربما كانت انتهت رسالته، يعني بعد ما كان باقي من هذا الدين شيء. هو هذا الشاب الفتى الحدث على تعبير بحار الأنوار. هذا النموذج الأول من مكة المكرمة إلى المدينة. النموذج الثاني من المدينة إلى مكة، النبي صلى الله عليه وآله فتح مكة. الآن هذه مكة اللي هي عاصمة الجزيرة العربية، عاصمة الشرك، العاصمة اللي حاربت النبي أكثر من 20 عام، وفيها الأقطاب، أقطاب الكفر والشرك مثل أبو سفيان، وهذه هؤلاء الأشراف اللي كانوا في مكة. الآن يجب أن يعين والي على مكة. هؤلاء الذين ألفوا الوضع الجاهلي اللي القيم العشائرية والقبائلية والأشرافية كانت متحكمة فيها. من اللي عين النبي صلى الله عليه وآله؟ النبي مو فقط قدوة لنا في الصلاة، يروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، يروى عنه أنه قال خذوا عني مناسككم. النبي قدوة لنا في الصلاة، قدوة لنا في الحج، قدوة لنا في العبادات، وقدوة لنا في هذا المجال. النبي كيف كان تعامله مع الشباب؟ النبي عين على هذه العاصمة المهمة، عين شاب، مو شاب، وإنما في منطقنا الطفل، في منطقنا إحنا الطفل، شاب عمره 21 عام، يعني طفل في منطقنا، وهو عتاب ابن أسيد، 21 سنة، حاكم على مكة. هو شيء عجيب هذا. الآن عجيب، فكيف في ذلك الوقت؟ صار هنالك قضية، ما كانت قضية هينة. النبي صلى الله عليه وآله كان يغير واقع اجتماعي قائم، كان يتحدى بأمر الله تعالى، سنة اجتماعية قائمة. صار احتجاج بين الأشراف بين الكبار، من هذا؟ فكتب النبي صلى الله عليه وآله إليهم أما بعد فلا يحتج أحد منكم بصغر سنه، لا تقولون هذا صغير هذا جاهل، مقياس جديد النبي يضعه، فإن الأفضل هو الأكبر وليس الأكبر هو الأفضل. من هو الأفضل؟ الأكبر
الأكبر هو الأفضل أو الأفضل هو الأكبر؟ هذا أفضل، هذا الشاب كفو عنده كفاءة فليكن حاكم. وبقي هذا الرجل عتاب بن أسيد حاكم على مكة إلى وفاة النبي صلى الله عليه وآله. هذا النموذج الثاني من المدينة إلى مكة. النموذج الثالث في أخريات أيام حياة النبي صلى الله عليه وآله، وفي جيش وجهه إلى محاربة الإمبراطورية الرومانية. روم الإمبراطورية العظيمة في ذلك الوقت، إمبراطورية الفرس كانت والروم. هذا الجيش راجع البحار، كاتب في هذا الجيش: وكان فلم يبق أحد من أجلة المهاجرين والأنصار، الكبار الكبار الأشراف رؤساء القبائل الأفراد الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله من قبل 20 عام، كل هؤلاء كانوا في هذا الجيش، جيش الكبير الخطير. من اللي عين النبي صلى الله عليه وآله؟ شاب شاب عمره 18 عام، هذا أظن في تاريخ الحروب، يعني إذا تأخذون تاريخ الحروب التاريخ العسكري على مر التاريخ ما أظن تجدون مثل هذا الشيء. شاب عمره 18 عام يقود جيشا لمقاومة لمحاربة الإمبراطورية العظمى في ذلك اليوم. هذا التاريخ العسكري بين أيديكم، ما أظن أكو هالشكل. 18 سنة، أسامة بن زيد جعله قائدا لهذا الجيش وقال له: سر على بركة الله، روح. الكبار ما قبلوا، يعني بعضهم طبعا قالوا: يولى غلام على أجلة المهاجرين، ولا شاب. فغضب النبي صلى الله عليه وآله وخرج، والنبي صلى الله عليه وآله كان في تلك الأيام الأخيرة من حياته كان مريض. خرج إلى المسجد وصعد على المنبر وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما مقالة من بعضكم بلغتني في تأمير أسامة، ولئن طعنتم في تأمير أسامة لقد طعنتم في تأمير أباه من قبل، وإنه كان جديرا بالإمارة، وإن ابنه من بعده لخليق بها. هذا كفو، أسامة كفو، أبو أيضا كان كفو ولو شاء، لكن قضية الكفاءة لا ترتبط بالشيخوخة أو بالشباب. أنتم عندما تراجعون إلى طبيب تشوفون أنه شيخ أو شاب؟ لا، كفو يكون. إذا شاب كفو تراجعوا، إذا الشيخ مو كفو ما تراجعوا. عندما يعينون أستاذ في الجامعة يلاحظون أن لحيته بيضاء أو سوداء؟ لا، يقدر لو ما يقدر، يفهم أو لا يفهم، هذا هو المقياس. وإنه كان جديرا أو خليقا بالإمارة، وإن ابنه من بعده
لخليق بها أو لخليق بالإمارة. هذه طبعا واحد عندما يلاحظ هذه النماذج ويضعها في إطارها التاريخي ويلاحظ الأجواء المحيطة بها يفهم مدى قيمة هذه المواقف من النبي صلى الله عليه وآله. الفصل الثاني: بعض المفردات التي ينبغي علينا القيام بها حول موضوع الاهتمام بالشباب. أولا: الإقناع. أولا: ما هو الإقناع؟ إقناع يعني شنو؟ الإقناع يعني أن نضع الشاب في الصورة الكاملة للحدث، هذا معنى الإقناع. نمثل بمثال: في إفريقيا في بعض النقاط أكو مياه ملوثة، مياه غير صحية، إذا واحد يتناول هذه المياه يبتلى بأمراض قد تكون قاتلة، وباء أكو في الماء في بعض المناطق. بعض الإخوة الذين ذهبوا إلى هناك كانوا يقولون إحنا ما كنا نشرب من مياههم، وإنما معنا ماء صحي. طفل وياكم يريد يشرب من هذا الماء، جاي على النهر يريد يشرب من هذا الماء، هذا شنو ينظر؟ ينظر هذا الجانب من الصورة، أنه عطشان، هذا ماء نظيف يريد يشرب، فقط يشوف هذا، ما يشوف ما قبل هذا وما يشوف ما بعد هذا، فقط يشوف هذا الواقع. الإقناع يعني أنتوا تشرحوا له الواقع، هذا وما قبله وما بعده، هذا ماء ملوث، شوف هذا، هذا شرب من هذا الماء الآن دا يموت، هذا أمامك هذا النموذج، لا تشرب هذا الماء، هذا ماء أكو في القنينة ماء صحي. هذا يقال له شنو؟ الإقناع في مسألة صحية. هذه الحالة موجودة في القضايا الاجتماعية، في القضايا الدينية. امرأة أكو بنت في البيت تحجب، يقول ليش أتحجب؟ سؤال هذا، ليش أتحجب؟ بأي مناسبة؟ لازم تتحجبين، هذا مو إقناع، هذا فرض. هذا المنطق ما يمشي عادة، منطق لازم، منطق إقناع. أكو ملايين النساء المحجبات، ليش دول محجبات؟ اقتنعنا بفكرة الحجاب. واحد يشرح الحجاب، هذا قبله وهذا بعده، فوائد الحجاب هاي، النسوان اللي ما تحجبوا شوفوا شنو صاروا، فلانة فلانة هذا الوضع، تقتنع الفتاة. الناس خو ما عندهم عناد، واحد يعاند يشرب الماء الملوث إلا إذا يكون جاهل، يعني مو غلفل، عناد ماكو. الفتيات غير المحجبات تحطمنا، تحطمت بيوتهن، عاشوا حياة مضطربة بالبرهان، تقتنع. السيد محمد كاظم القزويني رحمة الله عليه كان عنده رابطة النشر الإسلامي، كانت في كربلاء ثم في الكويت أيضا. نقل لي أحد الإخوة أنه فت كتيب حول الحجاب، كتيب صغير، أنا مقاري الكتيب، بعثناه
إلى فتاة ما أدري في المغرب في الجزائر في أي منطقة كتيب، ولكن مكتوب بلغة مقنعة هذا الكتيب. يقول بعدين جاءتنا رسالة من تلك الفتاة تقول: أخذت الكتاب وبدأت في مطالعته ولم أستطع أن أترك الكتاب إلى أن أنهيته. وبعد ذلك بكيت طويلا على ما مضى من حياتي، وفورا أخذت حجابا أو اشتريت حجاب ولبسته وبدأت أقضي ما فاتني من صلوات. كتيب، هذا يقال له الإقناع. الشاب يحتاج إلى إقناع، ابن يحتاج إلى إقناع، الفتاة تحتاج إلى إقناع. إقناع يعني توضيح. لاحظوا تاريخ الأئمة صلوات الله عليه، إقناع. الإمام السجاد مثلا صلوات الله عليه، وكل الأئمة يعني نجد في كلمات الأئمة له كلمة يقول: يا بني، لأحد أبنائه: يا بني، كلمة محببة، إياك ومصاحبة خمس ومحادثتهم ومرافقتهم في طريق. فقال: يا أبت، ومن هم؟ فعدد الإمام: إياك ومصاحبة الفاسق. إذا واحد مو متدين للصاحبة. تعليل إقناع: فإنه بائعك بأكله. إذا واحد ما عنده دين بدينار واحد يبيعه، ما عنده دين يتخلع، أو بأقل من ذلك. شوفوا شلون منطق. إياك ومصاحبة البخيل، فإنه يخذلك في ماله في وقت تكون أحوج ما تكون إليه. إياك ومصاحبة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك. إقناع. الأب عنده تجربة في الحياة، الأب العادي ينقل هذه التجارب. هذه المقدمة أدت إلى هذه النتيجة، وتلك المقدمة أدت إلى تلك النتيجة. هذه القضية الأولى، قضية الإقناع. القضية الثانية الإشباع بعد الإقناع. الشاب عنده احتياجات، عنده احتياجات نفسية، واحد يشبع هذه الحاجات. مثلا من الحاجات النفسية اللي علماء النفس يأكدون عليها جدا التكريم. الشاب يحتاج إلى تكريم. إحنا ننظر إلى أولادنا وكأنهم لن يكبروا أبدا، لأن إحنا كل ما نكبر هم كل ما يكبرون، إحنا نكبر أكثر منهم، فإحنا نعامل ويا مع هذا الطفل اللي كان عمره 5 سنوات. لا، هذا رجل صار، هذا كبير، واحد يكرمه يحترمه. هنالك دراسة قام بها عالمان من علماء النفس، راجعوا كتاب علم النفس الاجتماعي، ذكر أن 91% من الشباب المنحرفين وفقا لتجاربهما كانوا من الذين يعانون اختلالات عاطفية. تكريم يحتاج، هاي حاجة، مو فقط يحتاج إلى أكل، الحاجة إلى التكريم. يعني واحد يقوم الابن، هذا بي إشكال؟ واحد يبدأه بالسلام، هذا بي إشكال؟ واحد يحترمه، واحد يقدره. بالنتيجة هذا الشاب هو المستقبل القريب.
وهو الرابط بيننا وبين المستقبل البعيد. ذولا الآن اللي بيدهم الأمور منو كانوا؟ هم الجهال اللي كانوا يلعبون بالشوارع قبل 23 سنة 24 سنة. يكبر واحد، واحد يكرم هذا الشاب في الروايات. لاحظوا الرواية، الرواية تقول الولد عبد، هذه الرواية مروية عن النبي صلى الله عليه وآله، الولد سيد سبع سنين. سبع سنوات بعد يفعل ما يحب، وعبد سبع سنين، ووزير سبع سنين، يعني في السبعة الثالثة، يعني من الخمسطعش. هذا وزيرك، يعني شنو الوزير؟ الوزير يعني تعتمد عليه، تشاوره في الأمور، تودي وياك، تجيبه، تنقل له التجارب، هذا معنى الوزير. ووزير سبع سنين، من عمره عندما يكمل 14 سنة 15 سنة هذا يصير وزيرك، هذا نوع من التكريم. وفي رواية أخرى، هاي الرواية الثانية مروية عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، وألزمه نفسك سبع سنين، السبعة الثالثة يعني دائما وياه، أنقل إلى التجارب. بعدين أكو حاجات بدنية، تزويج الشباب، تزويج الآباء الذين ربما بعضهم يتساهلون في هذه القضية، هذا احتياج، يجب إشباع هذا الاحتياج. الآباء بعضهم عقدوا القضايا، واحد يسهل القضايا بالمقدار الممكن، حبذا إذا مجموعة من المؤمنين يسوون لجان لتسريع هذه القضية، لحل مشكلات هذه القضية. الآن في المنطقة الشرقية أكو تجربة جيدة رائدة ناجحة في الزواج الجماعي، مجموعة من المؤمنين لجنة يزوجون 50 شاب، صارف تنخفض، بعد الأب ما يقول ما أقدر، الشاب يقول ما أقدر، الفتاة تقول ما أقدر. وهذه التجربة أيضا بدأها الوالد قبل حوالي يمكن 20 عام في قوم وفي طهران. في مرة من المرات زوجوا كما نقل لي 1000 واحد أو 2000 واحد في ليلة واحدة. الزواج الجماعي هذا الشيء الثاني، أولا الإقناع، ثانيا الإشباع، وثالثا نختصر الاستيعاب. الشاب يحتاج إلى استيعاب، شاب أتركه، هذا الشاب عنده طاقة، إذا هذه الطاقة ما استوعبت، شلون يعني استيعاب الطاقة؟ يعني أن نحول الشاب إلى مؤلف، التأليف يستوعب طاقة، أن نحول الشاب إلى رئيس أو عضو في لجنة خيرية لتكفل الأيتام مثلا، هذا استوعبت طاقته. أن ندخله في ميدان من ميادين الحياة، هذا يريد يشتغل، هذا مندفع. فإذا الكبار ما سووا للشباب مؤسسات تحتوي طاقتهم، شو يسوي؟ من الصبح لليل ما عنده شغل، من الليل للصبح، من الصبح لليل ما عنده شغل، شنو يصير؟ يروح يصير شيوعي. ما اجت موجة شيوعية في بلادنا، فراغ اكو، الآباء ما استوعبوا طاقة أبنائهم، اجى هذا الموج الشيوعي في بلادنا قبل، شنو صار؟ هؤلاء الشباب اللي آبائهم كانوا يصلون صلاة الليل أخذوا يقولون الله ماكو، الله خرافة. هم هؤلاء الشباب والفتيات طلعوا مظاهرات في بعض العتبات المقدسة ويحتفون بأنه بعد شهر ماكو مهار، هم هؤلاء الشباب، يعني إباحية مطلقة.
والقاضي انذب بالنهار. هم هؤلاء الشباب في العتبات المقدسة ماكو مهار. هذا من هو؟ هذا واحد من الشباب اللي كان يمكن أن يكون عامل في البناء، بناء المجتمع، بناء حياته، بناء آخرته. كانوا يأخذون الناس ويقيدونهم ويلقون عليهم العقارب إلى أن يموتوا. من ذول؟ هم شبابنا، كانوا شبابهم ما جايين من وراء البحر، لا هم شبابنا. الآن أم أكو الآن الموج الشيوعي خراح انتهى؟ لا، الآن أكو موج إباحي، موج إباحي. البارحة أول البارحة ما أدري شو وقت مكتشفين 40,000 فيلم لا يرضي الله في مكان. هذا لمن؟ هذا الشباب. الشاب إذا ما عنده شغل، إذا ما عنده عمل، إذا طاقته مستوعبات، يوقع في خط الانحراف، في خط الفساد، في خط المخدرات. قبل يومين 3 أيام كتبوا أنه اكتشفوا 1,100 كيلو من المخدرات دا تجي إلى هنا. هذا لمن؟ هذا بغفلة واحدة يأخذ ابننا أو بنت صديق يقول له تعال الليلة عندنا سهرة وتنتهي القضية، راح بعها. هذه الأمور الثلاثة يجب الاهتمام بها، الإقناع والإشباع والاستيعاب. الآن في هذه العطلة أكو وقت، إذا واحد يتمكن يأخذ أولاده إلى مشهد يأخذهم ويعلمهم، يوديهم، يعلمهم، يشرحهم، يشرح لهم، يأخذهم إلى مشهد، يأخذهم إلى العمرة، يأخذهم إلى المدينة، يخلي لهم برنامج، يدخلهم في مؤسسة من المؤسسات الخيرية. هذا إذا دخل في مؤسسة من المؤسسات الخيرية وصار متكفل لألف يتيم، يروح يجي يبني مساجد، هذا بعد ما يفكر في الفساد والانحراف. هذا يخجل من نفسه أن ينظر إلى امرأة أجنبية نظرة خائنة. راح بعد في خط ثاني، راح بعد هذه الأشياء أصبحت شهوات هابطة عنده. أما إذا ما عنده شغل شنو يعمل من الصبح لليل؟ من المسائل، نختم حديثنا بمسألة شرعية من المسائل التي يسأل عنها كثيرا، قضية العمرة في هذه الأيام، لأن هذه الأيام أشهر الحج، شوال وذي القعدة وذي الحجة، هذه يقال لها أشهر الحج. سؤال شايع أنه يتمكن واحد يروح للعمرة المفردة ولا يأتي بالحج أو ما يتمكن؟ الجواب على ذلك هنالك صورتان. الصورة الأولى إذا واحد رايح الحج الواجب من قبل، راح للحج أدى تكليفه، فهل هنالك إشكال أن يذهب الآن إلى العمرة المفردة ويعود؟ ما في إشكال، لأن بعد واجب ماكو عليه، فيروح يؤدي العمرة المفردة ويرجع إلى بلده إذا حب في وقته يروح للحج، إذا ما حب لا يروح للحج، كيف؟ هذا الشيء الأول. الشق الثاني أنه إذا واحد ما مأدي الحج الواجب، إذا العمرة المفردة تضر بحجه لا يروح للعمرة المفردة. يعني مثلا عنده مقدار من المال، إذا الآن يروح للعمرة بعدين ما يقدر يروح للحج، وهذا دا يفوت الحج. عنده مثلا 500 دينار، إذا الآن راح للعمرة بعدين ما يقدر يروح للحج، هذا دا يفوت الحج الواجب على نفسه، لا لا يروح للحج. أما إذا العمرة المفردة لا تضر بالحج الواجب، الآن يروح يسوي عمرة مفردة وبعدين يأتي بالحج الواجب، ما في إشكال.
فإذا من ذهب إلى الحج الواجب لا إشكال في أن يحج في أن يعتمر العمرة المفردة الآن، وإذا ما رايح للحج الواجب وعمرته المفردة لا تضر بحجه أيضا ما في إشكال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لمراضيه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات فنارت الأفهام بالآيات، أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهات، فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات.